خلال فترة رمضان ومع التغيير الروتين اليومي في رمضان، يفضل على الطالب أنه ينام من 7 إلى 8 ساعات، يعني ينام على الساعة 11 مساء عشان يقدر يقعد على السحور يتسحر. وهني إذا تسحر يمده بالطاقة لليوم الثاني، ونومه الكافي يعطيه النشاط عشان يستقبل اليوم الدراسي لليوم الثاني أو في فترة الامتحانات. لازم ما نسهر عقب الساعة 12. السهر يقلل من تركيزنا اللي هو احنا محتاجينه في فترة الامتحانات، فهذا الشيء لازم نخلي بالنا عليه ونعتمد روتين يومي ثابت خلال فترة الصيام.